سلام خوتي، كديرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ صحيحه؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، وصحيحتكم تكونوا مزيانه، وليداتكم وخوتكم وجيرانكم وكلكم اخوتي. ندخل عليكم هذا رمضان بالصحه والهنا وطول العمر يا ربي. نتمنى لكم الخير، نتمنى لكم التيسر، وكنتمنى لكم كلشي 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 كاع اللي كتمنوه في خاطركم. والله يجعل ربي يدخل علينا هذا رمضان بالصحه والهنا وطول العمر يا ربي. ايوا اليوم الحبايب ديالي ها انا، اليوم السبت، مشيت درت واحد السويعه ديال الخدمه. ايوا وجيت بدلت عليا ولبست سيدي هاد القفيطان، هاد القنيطيره صايبات عليا بنت خويا الله يرضى عليها وشكرا ليها. مشيت للمغرب وصوبت ليا جوج، وحده لبنتي وحده ليا. هانتوما اخوتي كتصاوب هاد الشيء زوين. قالت لي عمتي انا صورت لك هادو. ايوا دابا لبستها. ايوا جيت نطلع عليكم، جيت نطلع عليكم ونشارك معكم هادشي اللي كندير، الحويجات البسيطين ديالي اللي كنشارك معكم شنو كندير انا في كوزينتي وفي دويرتي. ونتمنى تقبلوا عليا ونتمنى تعجبكم هادشي اللي كندير، وانا نستافد وانتم تستافدوا. وهنا خطيكم عليا الحبايب ديالي، وشكرا لكم بزاف بزاف والله العظيم. الا اش غنقول لكم؟ الله يجعل ربي يفرحكم، الله يجعل ربي يفرحكم. ديما تنقولها في الفيديوهات ديالي، انا تعجبني اليوتيوب، تعجبني تيك توك، تعجبني التواصل الاجتماعي، ونقطه بنقطه كيحمل الواد. قالوها الحكام الجواد ياك اخوتي. ايوا اخوتي اش غنقول لكم؟ اليوم جيت نشارك معكم شنو كنخشي في هذه الكريشه. هانتوما عندي القصبر والمعدنوس والورق ديال الباربه. مشيت للسوق وشريت الباربه هكا بالعواد ديالها، انا ما ترمي حتى حاجه، غسلتهم وقطعتهم وقرطتهم. وسبيناكه حتى هي انا غنوريها لكم. المهم القصبر والمعدنوس والكرافس راكم عارفينه. هذه سبيناكه ها هي كنشريها هكا، وهذا اخوتي ديك الوراق ديال البربه. ملي كنشري البربه انا تنشريها بوراقها، كنقول من الخضره ما تحيدليهاش العوال ديالها. وحتى اللفت اخوتي، حتى الوراق ديال اللفت عما ما لقيتش اللفت بالوراق ديالو. تنخلط هذا الشيء كامل اخوتي ديالي الحبايب ديالي اللي خطيكم عليا. كندير بحال الشغل ديال البقوله، تنشد البريمه ديالي ها هي نوريها لكم. هذه بريمه صغيره لاقاش عندي الكميه صغيره، تنديرهم هنا يفورو، تنديرهم يفورو خوتي. ايوا المهم هادو ها هما نقردهم حداكم هنايا. هانتوما حتى هاد العويدات هادو كنقردهم، كنقرد كل حاجه بوحدها. ايوا خوتي كنستافدو من بعضياتنا. شوفو خوتي هاد الشيء اللي وريتكم راه عرفتي راه صحي بزاف للمصار ومن المعده لكلشي لكلشي كاع الذات، تيقد المورال، تيقد كلشي، كيقد طانسيو، كيصلح للمراره وكلشي كلشي كلشي. يعني بحق خصكم تغسلوه مزيان، غسلوا هادشي مزيان وتقطروه. انا عندي ديك الطحال اللي كطحن الربيع، ولكن بزاف د المرات كنبغي انا نقرد بيدي. وهذا عندي هنا اخوتي، عندي الثومه والحامض مقطع كنديرو يفور معاهم باش كيطلع فيهم ديك البنه، وشويه د الملحه كندير واحد شويه د الملحه وتنديرو معاهم يفور. هو دابا نقولوا بسم الله وتوكلنا على الله وبركات الله. يا خوتي يا الحبايب يا العزاز عليا، هادو ديك الغلاط كنديرهم هما الاولين، ديك العيوص الغلاط كنديرهم هما الاولين هكا. ايوا كندير هاد الشيء فرن مخلط. نتوما هما اللي الخير. القصبر تبارك الله، القصبر تاع انا، المعدنوس، المعدنوس اخوتي تا هو زوين صحي بزاف، والكرافس فيهم واحد الفيتامين منفعه بزاف. اجيتي هنا مازال ما مقرطاش،
شحال نقول لكم والله العظيم جربتوا هاد البقوله بهذا الربيع. الا بقاو تدعيو معايا اخوتي تقول والله الا كيجيو بنان. عرفتي شحال كيجيو بنان؟ ها انتم الحبايب ديالي دابا من عاد الطيب عادي تهبط عادي تهبط. اه حنايا لا تنتوما عنديركم ما كنفلت انا حتى حاجه حتى حاجه ما كنفلتها. قال لك الحاجه النباتيه كلها الماكله الحاجه اللي زوينه. ومازال ان شاء الله هنا غنمشي بقى عندي واحد هذه خصني نطلع نجيب البقوله حط على واحد البلايصه كنمشي ليها كل عام كنلقط البقيلات خبيزه وتنجيبها مع خوتي. ايوا حتى هي عندها الدواء ديالها عندها الدواء ديالها مع الحبايب ديالو ثم مالي الخير. انتما خوتي دابا هاد طريفه الحامل كنديرهم هنا باش ملي كيطلع ديك التصويره تتهبط ديك البنه ديال الثومه وديال الحامض كيهبط في هاد الربيع اللي دايره. كنديرهم هنايا باش ملي كيطيب كنهزهم وكندير لهم التشرميله ديالهم. نشبت شويه د المليحه المليحه خوتي هانتوما عيشي شويه هاكا لقاش مازال عندي المليحه انا في التشرميله مازال عندي الملحه في التشرميله. دابا من ناي طيبوا ليا ونبغي ندير التشرميله ديال هاد الشيء اللي درت حداكم غنشاركها معاكم حتى هما. ايوا في الاخر كندير ليها زويتنات وندير ليهم داك الشيء وتيجيو يا سلام يا سلام الروينه في الكوزينه. الكوزينه اخوتي والله ما تبقى مجموعه تعيا يتنوضي في الصباح خصك يدك في يد خوها الحبايب ديالي. ايوا هذه هي ام شيماء وقبلوا عليها وقبلوا على الفيديو ديالها كيما جا قبلوا عليا اخوتي الله يخطيكم الله يخطيكم الحبايب ديالي والله يخليكم صحيحتكم والله يا ربي الله. هاداك درت اخوتي شويه ديال زريعه الكتان ها هي كنديرها ديما جوج مرات في الشهر كنديرها في شعري وكنديرها لبنتي زوينه بزاف زريعه الكتان. هاي خوتي زريعه الكتان زوينه بزاف. المهم شاركت لكم كلشي تنشيلها ونشارك معاكم كيفاش كندير ليه الى بغى الله طول ربي في العمر طولنا ربي في العمر اي حاجه نديرها نشاركها مع الحبايب ديالي. هذا خوتي الكاغي ديك الميكا ديال السلوفان باش هادشي ديالي كيطيب ليا دغيا. ها انتما بحال الكوكوط ضروري كندير عليهم هاد الميكا ديال السلوفان. ايوا ما تبقاش دوري معايا انا عا كنغطيك. ايه كنستافدو ديما كنقول لكم كنستافدو من بعضياتنا. دابا هكا ما كتنفش دغيا كطيب دغيا كطيب الحبايب ديالي. ايوا في الاخر كندير هذه عليها هكا حتى كتهبط بوحدها. ها انتم اخوتي شفتوا. ايوا دابا نحطها طيب على خاطرها ونمشي نقضي حويجات اخرين. ايوا درت هاد الشويه ديال الجويجات ديالي انا شرملتهم غديوه بسيطه مفيده. هاد التجويجات ديالي درت فيهم مع البصله شويه ديال الزير شويه ورقه سيدنا موسى. ايوا غنخليهم عاد يتشحروا هكا مع البصيله ويجيو يا ربي محمرين. ايوا ندير شي واحد البطيطات هكا والخضيره هكا مقطعه ونخشيها في الفران وها حنا تغدينا غديوه صحيه وزوينه. هادشي اللي كاين الحبايب ديالي. وشكرا لكم والله يخطيكم عليا والله يجعل ربي يطول لكم في العمر وخليكم معايا حتى نوريكم التشرموله اللي عندي لهاد البقوله ديالي. انا كنسميها البقوله ديما انا عندي ديما كلشي بقوله. انا رجع مع الحبايب ديالي اوكي. ايوا ردوا عليا كتبوا لي قولوا لي
كي جاتكم هاد حتى الورود ديال اللفت كنديرهم، راه ما لقيتهمش هاد السوق ملي مشيت ما لقيتهمش، لقيت اللفت مقطع له ديك الورق، ملي كنلقى الورق ديال اللفت زوين وديال البربة تنفرح تنقول الله. انا حتى في الصيف كندير هادشي، حتى في الصيف انا البقوله ديما عندي فيما توحشها كنديرها. اوكي خوتي انا راجعه معكم حبايب، انا رجعت مع خوتي. هانتوما خوتي، هل البقوله ديالي طابت؟ هي طابت هنايا، هانتوما شوفوا، انا درت شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره، شويه ديال الابزار، الهريسه، شويه ديال الملحه، حكيت واحد الرويز ديال الثومه باش تطلق فيها هذيك الثومه خضراء. ودابا خوتي غادي نهز هاد الطريفات هادو ديال الثومه وديال الحامض، غنهزهم ونحطهم هنا مع هاد الشرميله. هانتوما المهم رانا قشيت معكم مرحله مرحله شويه بشويه باش تفهموا، كاع اللي ما عارفش يعرف واللي باقي باغي يتعلم هذه راه ساهله ماهله. هانتوما خوتي هو الحبيب ديالي، وهذا الزيتون حمر حيدت له العظم وحيدت له العظمه ديالو وعلوحو هنا مع هاد الشرموله هادي. القاص الزيتون ملي كيتقلى مع الشرموله كيطلق البنه ديالو. واخوتي ديالي وهذا زويت بلديه، هانتوما درت عشي شويه باش ما يجيش باش ما يجيوش مزيتين. ها هو درت التخليطه ديالي هنايا. ايوا خوتي دابا غنخلطهم هكا، غنخلطهم مزيان مع بعضياتهم. هانتوما شوفوا هذه الشرميله ديال هاد البقوله ديال فاطمه ديال ام شيمة. ايوا جربوها خوتي، غنديرها هنا تقلى وانا نعصر هاد الحليب من هاد الكلمه ديالها. هذه الحمضه حتى بلاتي شويه منين ندير البقوله غنعصر عليهم الحامض شويه. ايوا الحبايب ديالي، الحبايب ديالي ها انتم دابا كنهزها هكا. ايوا كنعصرها شويه من هنا. تبارك الله شوف هذا راه دواء، منو دواء منو زرده الزرود، الزرود الزرود هذا اخوتي الزرود. تقلى ليا هاد الشرموله ديالي شي شويه حتى تقلى. ايوا عاد نخبو عليها هادشي. ها انتم الشرموله واعره، وغنزيد عليها شويه ديال المعدنوس مقطع، غنزيدو هنا. ها الحبايب، والمهم غيجيكم الفيديو طويل ولكن قبلوا عليا الفيديو غيجي طويل شي شويه. ما عندنا ما نديرو، هادشي اللي عطا الله في السوق. انا عندي مطحون، ها انتم غنزيدو على هاد الشرميله ديالي. ها هو طش طش حداكم. ها ها انتم خلي عاد نبرد شي شويه وغنقلب عليها هاد البقوله. الله على ريحه كي كتشم مزال، باش شهيتكم وسمح لنا الما حمات، سمح لنا وبزاف 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 والله العظيم. وهذه المذاقه ديالي ها هي طابت هي تبارك الله، هي بقى كتشرب من المرقه. درت فيها البريكولي واحد الكليفله مع الدجاج. ايوا غديوه خفيفه وظريفه وبنينه بحال كيما خوتي. هادشي اللي عطا الله، هاد الفيديو شويه غيجي طول ولكن ما عندي ما ندير، عندي ما ندير اخوتي. قبلوا عليه قبلوا عليه قبلوا عليه. المهم باش العطريه ديالي ما كتحركش، باش العطريه وديك الشيء ما كتحركش عا كيهبط شي شويه. وتنقوا عليه هاد البقوله. هانتوما ثم مالي الخير، وكما كنقول لكم اخوتي ديما هاد الماء اللي كنسلق فيه انا هاد الشيء اللي كنفور كيهبط في الطنجره ما كنلوثوش، كنخليه يبرد وتنديرو في القريعه، تنديرو في الثلاجه وتنبقى نشرب منه صحي. ثم مالي الخير
بديت كنحيدهم، كنحيدهم باش ما ما تيجي واعرين. تبارك الله، نتوما مولا الخير يا خوتي الحبايب ديالي. هو المهم باش ما باش ما نطولش، كنشد شويه الحامض كنعصر عليه هكا. واخا عندي فيه الحامض كيجي زوين، كيجي كيعطي واحد البنه يصلح لكلشي. ايوا هنا الفيديو ديالنا تسالى، وشكرا لكم. حتى الفيديو واحد اخر ان شاء الله يا ربي يكون خفيف وظريف. هذا درت لكم طويل شويه، قبلوا عليه. وشكرا لكم، والله لي خطيكم. ما تنساوش درنا اللايك، تشاركوا معنا في القناه وبارطاجيو القناه ديالي مع احبابكم وجيرانكم وخوتكم وعديالكم حتى هما.